الإنسانية التي ترتكب بحق المواطنين في غزة من النساء والأطفال والشيوخ. للاطلاع عند مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني والتدخل الفوري والمباشر لوقف هذه المجازر بحق شعبنا والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 10,022 شخص منهم 4,104 طفل و2641 امرأة في اليوم 32 من الحرب. لكن رجوع المدارس والمساجد والكنائس، ولذا نطالب بالتالي: الدعوة للوقف الفوري للحرب، توفير الحماية للمستشفيات والمدارس والأماكن للجوء، وضرب جيش الاحتلال لاستهداف المدنيين، والضغط على مصر فتح المعبر، وتوفير المواد الغذائية والماء والوقود لشعبنا في غزة، توفير المواد والأدوات اللازمة للدفاع المدني والطواقم الطبية. بدنا نعيش بحرية، معاد غزة بدنا نيشان، يا غفتنا شيلي شيل، ويا انتفاضة شيلي شيل، وعلى غزة طال الليل، وعلى غزة طال الليل، أمريكا راس الحية، أمريكا راس الحية، هي هي فلسطين، هي هي What?